بعد نصر منسي الزمالك بيتمم صفقته الثانيه في سوق الانتقالات الشتوي بالتعاقد مع المغربي احمد بالحاج لاعب اسوان. صفقه هتنضم للزمالك المفروض يعلن عنها بكره باذن الله قبل اخر يوم من سوق الانتقالات الشتوي. الزمالك في البدايه كان بيحاول التعاقد مع اللاعب على سبيل الاعاره ب 3 ملايين و9 مليون احقيه شراء. اسوان كان عايز يحصل على 5 ملايين مع 10 مليون احقيه شراء مع وجود كمان عرض ثاني ليه من احد الانديه المصريه ب 12 مليون جنيه قبل ما في النهاية الطرفين يتوصلوا لاتفاق لانتقال اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 4 مليون جنيه وأحقية شراء للزمالك ب 10 مليون. بالحاج قدم موسم مميز مع أسوان لحد دلوقتي بتسجيل 3 أهداف و7 تمريرات حاسمة. فهل شايف إن بالحاج هيكون واحد من حلول الهجومية المهمة للزمالك في النص الثاني من الموسم؟ وشايف إيه الصفقة اللي الزمالك المفروض يحسمها قبل سوق الانتقالات خصوصا بعد إعلان رئيس نادي الزمالك إن هما بيتفاوضوا لإنهاء 3 صفقات خلصت واحدة بشكل رسمي والثانية بتخلص خلاص فاضل صفقة ثالثة منتظرة للزمالك قبل نهاية ميركاتو الشتاء.